اللي كان عنده فادي. ده ما ينفعش. طب انا اكلمك بعدين. شكرا شكرا، مع السلامه. خير يا طنط؟ بص يا فادي، انا شايفه فادي غير بتاع زمان خالص، ذكي ولماح وبتحسب كل حاجه قبل ما تعملها. انا فاهم يا طنط حضرتك بتفكري في ايه، بس انا عايزك تطمني خالص، انا مش محتاجه اتدحلب ولا اعمل اي لعيب عشان اخرب على رانيا. اصلا مش عايز حاجه. انا فاكر كويس قوي يا طنط الدرس اللي انت اديتوني وانا صغير. درس فرق بين جناب السفير نادر التركي واخوه فريد سكري اللي كان بيستلف منه ثمن الازازه. مش حكايه فرق، حكايه ان رانيا مرتبطه. فاهم يعني ايه مرتبطه؟ فاهم. انا مش عايزاك تطوع عمك في الخيالات اللي في دماغه دي. خلي الاجازه تعدي على خير، وبعد كده كل واحد هيروح لحاله. فاهم يا فادي؟ فاهم. وعرفت رانيا مرتبطة؟ خلاص حضرتك حفظتي حالي. كده يا حبيبتي ترجعي من غير ما تعدي على بابي؟ هي بابي يا حبيبي، وانا كنت وعبد الله عندك هنا؟ اه. مش فاهم الست دي جنسها ايه؟ يا بابي يا حبيبي، يا اميره بتتعب قوي في الشغل، دي بتروح البنك الساعه 7 الصبح تخلص 6 7 بالليل، من حقها ترتاح في الاجازه شويه تفصل، وبعدين يعني هي مش سايباه في الشارع. اعذرها. اتبسطت النهارده؟ اه كان حلو قوي الجو. امال كريم قال لي كلام تاني؟ قال لك ايه؟ قال لي الواد كان سايبك خالص وقعد هو يتفسح. لا يا بابي الكلام ده ما حصلش. وبعدين كريم ده ماله ومالها؟ هو جاي يخرجنا ولا جاي يراقبنا؟ تعالى في البلكونه، انا عايز اكلمك كلمتين. حاضر. ايه بابي خير؟ في ايه؟ تعال يا يا السنين بترمح رمح، مين يصدق العروسه القمر دي؟ هي البيبي اللي انا كنت اشيلها واقعد الفلف بيها لحد ما تنام. بابي انا بحب عادل وعايزه اتجوزه. طب عيشي معايا اللحظة شوية، مش كده؟ أنا عارفة إنك قلقان عشان ما تعرفوش كويس، وفجأة كده لقيته قدامك زي ما يكون أمر واقع. بس هو بني آدم كويس جدا جدا على فكرة، وأنا عايزة أكمل معاه حياتي. بني آدم كويس جدا جدا دي حاجة، لكن تحبيه وتتجوزيه ده حاجة تانية. الجواز يا حبيبتي يعني عمرك اللي جاي كله، فاهمة؟ هو عمري اللي جاي كله. أنا عايز أسألك سؤال، في حاجة حصلت بينك وبين الواد ده عشان كده أنت مضطرة تتجوزيه؟ إيه؟ معلش قولي لي أنا وأنا هصلح كل حاجة. إيه بابي اللي أنت بتقوله ده؟ أنا يحصل حاجة بيني وبين عادل؟ طب ليه؟ ما أنا متأكد إنك مش بتحب الواد ده، متأكد إن قلبك في حتة تانية. أنا مش عايزة أتجوز عن حب أصلاً. نعم، الحب بعد الجواز بيخلص، اي اتنين متجوزين بيوصلوا لنفس النتيجه. جوازه نهى ومراد ما تفرقش حاجه عن جوازه ايهاب واميره. ده حتى هدى الحب اللي كانت بتحبه لعلاء اللي زي الافلام ده خلص واتطلقوا. وطبعا انا وامك، مش كده؟ رانيا بلاش فلسفه فارغه، انت بتقولي الكلام ده من ورا قلبك، مش مصدقه وباين في عينيكي. يا حبيبتي الجواز من غير حب ملوش طعم،
وانت تستاهلي حاجة أحسن من كده بكتير. على الأقل تستاهلي تحبي وتتحبي. بكرة ما تخرجيش مع الواد ده. بكرة تخرجي مع ابن عمك وتلفوا بالعجل سوا. تجهزي الصبح والساعة 10 بالثانية تبقى عندي في السويت. خلاص؟ كفاية يا هدى. هو فين دلوقتي؟ ومع زينة؟ طب يلا سلام. تعالى يا عم بسرعة بسرعة.